مكة ما كان فيها يهود. طب والقدس؟ القدس برضو ما كان فيها يهود. ليش ما كان في القدس يهود؟ لأنه تقريبا من سنة 135، وهذا سبق احنا لفتنا الانتباه إله، من سنة 135 ميلادي هادريان الروماني، الامبراطور هادريان، جاء إلى في غزوة إلى القدس ومنع إنه اليهود يسكنوا. معناته 500 سنة قبل مجيء الإسلام ما في يهود في فلسطين، بالذات في القدس فيش يهود. يعني 500 سنة مكة ما في يهود، القدس ما في يهود، ومع ذلك آية واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بس آية واحدة ثم فورا وآتينا موسى الكتاب.